متابعينا، متابعين اليوم السابع في كل مكان، بنرحب بيكم في لايف من محافظة شرقية. طبعا يعني كل سنة وانتم طيبين العيد، وكلنا بعد العيد بنقلق من الوزن وزيادة وزننا. احنا النهاردة جايبين لكم عم عبد الله، اشهر قياس وزن، اشهر قياس وزن في مدينة الزقازيق. 25 سنة صنعته بيقيس الوزن والطول. زي ما انتم شايفين، شايفين الصورة. احنا بنرحب بيك على اليوم السابع. اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة حضراتكم طيبين. عرف الاول الناس اللي متابعنا كده بعم عبد الله، كام سنة ومعاه ايه؟ يا رب يخليكم. انا بقالي 25 سنة هنا في شارع البوسطة على الميزان. انت اول حد اشتغل الشغلانة دي في تقريبا كده؟ ايوه. وتقريبا انت الوحيد؟ بقول لحضرتك احنا على شغلانتك التانية. بقول لحضرتك انا بالنسبه عشان خاطر بس يعني عندي شويه مشاكل في رجليا في الخشونه وكده وبتاع، فقلت حاجه بسيطه كده، الواحد بيجيب منها قرشين بس كده حد مصاريف. يا رب يخليك. ايوه تمام. الميزان العادي؟ تمام تمام. الميزان طبعا عندك كام سنه وجبته ازاي كده؟ الميزان انا بغير منه على طول، يعني كل سنتين بجيب ميزان جديد منه وكده وشغال عليه. بقول لحضرتك انا كنت شغال الاول في صيدليه وكان في الميزان، فلما الصيدليه صفت وبتاع خدت الميزان ده وقفت بيه قدامهم وكده، بعد كده جبته هنا اهو. يعني انت اللي دخلك الصيدليه دي بالصدفه؟ تمام. الصيدليه اللي كنت بتشتغل فيها؟ تمام. يا رب يخليك. استقريت هنا من مكان بقى 25 سنه. تمام تمام. ايوه زي ما حضرتك. تمام. تمام. وتتكلم بقى يعني احنا داخلين على ايام العيد، وايام العيد والفطر ووزن الجسم. في رمضان الناس كتير بتعمل، في رمضان فرصه الناس بتعمل رجيم، وفي ناس على فكره يعني بتبقى بتنجح معاهم موضوع الرجيم قوي في رمضان، لانهم بيقللوا فعلا من موضوع اللي هم السعرات الحراريه والدهون والحاجات دي كلها. تبقى الاكل في رمضان يعتبر اكل صحي، وجبتين بس مش ثلاثه يعني. فعلا عامل ازاي مع الزمان؟ احكي لنا زمان اللي بتيجي تعمل، لو سمحت بعدين كده، اللي بتيجي تعمل تمشي يا عم. بقول لحضرتك عندي جورج يا عم. بقول لحضرتك انا في عندي تجربه هنا برضو في شارع البوسطه جنب بني صلاح، كان 97 كيلو دلوقتي 56 كيلو. هو ممكن، هو حضرتك كان عامل ريجيم مع دكتور وكان بيتابع معايا هنا على الميزان، كل اسبوع بيجي يوزن نفسه وكان بيعرف يخس مثلا قد ايه، 2 كيلو 3 كيلو بتاعه، ودلوقتي بقى 56 كيلو. ويقدر حضرتك خد يا صلاح ده اشهر واحد عامل دايت. انت كان وزنك قد ايه؟ انا وزني الطبيعي كان 97 كيلو. وطولك؟ وطولي كان 169. يعني انت كان في وزن حوالي حاجه و40 كيلو. حاجه كتير قوي. وانت عملت رجيم؟ عملت رجيم ودايت قاسي الحمد لله، دلوقتي انا بقيت 57 كيلو. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. كنت على طول متابع مع الاخ عبد الله هنا على ان احنا جيران معاه في الشارع، وكل شويه متابع عليه معاه على الميزان. اليوم اللي مش هنزل فيه كنت ازعل جدا، يعني كنت الجيم ورجيم وتظبيط و100 100 الحمد لله. الجيم ازاي عشان تبص للناس اللي بتسمعنا؟ والله بصي، تظبيط اكل اهم حاجه، تظبيط الاكل. اي حد يقول لحد خد برشام، خد مش عارف ايه، الكلام ده كله مفيش. الكلام ده التخسيس كله مرتبط بالاكل والشرب، تقليل سكر، تظبيط اكل، الكلام ده كله مش اكتر. وزني بتاعك، وزنك وطولك. اوريك صورتي وانا تخين كمان. ورينا صورتك وانت تخين. انا شايفاك بتكتب الوزن وال ايوه. ورينا كده الدفتر اللي معاك، والزباين بتتابع معاك ازاي؟ ماشي حضرتك، ورينا القطعه، وريها لنا، افرد لنا الورقه كده. الورقه اهي، الوزن 56 كيلو. لا مش باينه قدام الكاميرا. الوزن 56 والطول 169. وهو كده يعتبر الوزن بتاعه المثالي خلاص بتاريخ النهارده اهو 1/5. يعني اي حد بيجي بيوزن بياخد منك ال
تمام. الورقه زي دي، ورقه زي دي، ودي زيها زي القياس الديجيتال يعني، زي الديجيتال. ايوه دي بتعود الازاي. ما الطول ده حضرتك مسطره مدرجه بالملي. الطول هنا ده مدرج بالملي. والوزن هنا عندي هنا لغايه 120 اساسي، وفي عندي الناس بتيجي لغايه 170. كلمنا كده على اغرب الاوزان اللي انت اتعاملت معاها واغرب المرات. انا عندي هنا يعني يعتبر الستات هم اكتر ناس يعني اوزانهم كتير. في ستات بتعدي 170 كيلو 180 كيلو. ده اغرب. بتبقى عندها مشاكل صحيه كبيره. بلاش كل ما عدي منين. ربنا يديك الصحه. عندي ناس والله بتتابع عندي مجانا، والله ما برضاش اخد منهم حاجه. عايز اتكلم بقى على المتابعات، بيتابع معاك ازاي؟ واحكي لنا لو الزبون مثلا. انا عندي هنا يعني في مرضى كلى مثلا وبتاع، بتبقى مثلا بيجي وزن يشوف عندهم ميه زياده بيجي يتابعوا معايا. في عندي مرضى سكر، في عندي ناس كتير بتيجي عامل رجيم، في يعني ناس كتير بتابع معايا، وبتبقى ليهم خصم يعني، بدل مثلا ما باخدش منهم مره او مره لا ما بقولش لا يعني. انا ما باخدش منهم مثلا لو الزبون مثلا يعني ما كانش وزن جالك ومتعشم من وزن يكون اقل وطلع. في ناس بتبقى عامله حسابها مثلا ان هي خست او كده وبتاع، بس بتلاقي نفسها بهديها يعني، ما برضاش مثلا بقول لها معلش المره دي ممكن، المره الجايه ممكن تنزلي تاني. تديله ممكن، مش بيقول لك لا. انت بتنزلي عنده كل مره، كل ما اعدي من هنا، كل ما بتعدي من هنا بتلاقي نفسك خسيتي ولا زي ما هو وزنك زي؟ مره ببقى خاسه ومره ببقى زي. ومرتين ببقى زي. تمام. عشان بحب المحشي. طيب يعني احنا بص انا هوري حضرتك الصوره، وانا كنت تخينه. وانت تخين؟ ده وانا كنت تخين. طب هات كده. كنت على طول. دي صورته وهو دي الصوره وانا تخين. هوري حضرتك الصوره بقى وانا بشتغل على الجيم. تمام. طيب كلمنا يعني عن انت بتقعد بقى بعد الموسم. ده تبقى اهم شغل بالنسبه لي. 102 من الساعه 10 صباحا لغايه 10 مساء. ايوه تمام. 25 سنه انت بالميزان دوت. ايوه خلاص 102 يا باشا. 102 102 تمام. الفيديو ده صلاح يعني للمسل. والله العظيم كنت بعاني كنت بعاني كنت بعاني فعلا في التخن، في القعده، في الوقفه، في المشي. الواحد كان بعاني، والحمد لله يعني كله بفضل ربنا. كنت كل يوم متابع مع عبد الله، ما بياخدش حاجه من حد بصراحه في المتابعه. يعني احنا زي ما انتم شايفين عبد الله شغلته القياس، شغلته قياس الوزن والطول زي ما انتم شايفين. طبعا المواطنين كتير والزبائن ما شاء الله ربنا يزيده. طيب انت ممكن تدي نصايح مثلا لحد وزنه زايد مثلا او تشجعه؟ ويا ريت تتابع في برامج تخسيس بتبقى موجوده على النت وكده، ممكن